إذن الحضور ديالي في المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلة هو كمشارك بفيلم قصير مع المخرجة زكية الطاهري فيلم نافو الجامي. هذه يعني هذا شرف خور كتعطي لي زكية الطاهري وكتثق فيا وكتخليني نشارك معها في عمل آخر من بعد رضاة الوالدة. فالفيلم راه داخل المنافسة ونتمنى إن شاء الله يحصد شي جوائز إن شاء الله. فوالا زكريا أشكور يعني هو من الصغر ديالو كيهوى التمثيل والتمثيل خلاني انني نتعرف على شي حاجه سميتها التنشيط سواء التلفازي او الاذاعي او المسرحي. لهذا انني قررت ندير واحد التكوين اللي كيجمع ما بين التمثيل والتنشيط وايضا يعني الادب اللي هي الدراسات العربيه. يعني انا المجلس في اللغه العربيه خريج معهد البلدي للفن الدرامي وايضا خريج معهد الصحافه ومهن التلفزيون. يعني حاولت نجمع ناطر المواهب ديالي بهذه التكوينات باش انني نكون احسن وما نتسماش يعني بلي انا متطفل على مثلا الى الناس شافوني في التمثيل الى شافوني في التنشيط يقولوا زكريا راه تطفل على التنشيط. فلا انا ما متطفلش فانا قريت هذا الشيء وعندي الموهبه من الصغر. بالنسبه للدبلجه والتعليق الصوتي هذا الشيء جا كنتيجه ديال التكوين ديالي في المسرح وفي الاعلام. كيف ما كنقول ديما هو ان التجربه ديال مسلسل ديابلو شي تجربه اللي كانت غنيه بزاف 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 واللي خلات يعني زكريا اشكور يتقرب بالصوت ديالو للجمهور المغربي والجمهور المغربي يعرف زكريا اشكور من خلال الصوت ديالو. مع العلم ان زكريا بدا كممثل ولكن جات الدبلجه اللي قربتني اكثر من الجمهور المغربي. حاليا يعني المسيره ديالي في الدبلجه مازالت مستمره يعني من بعد ديابلو كانوا مجموعه من الاعمال مروان في غلطه حياتي في لعبه الحب تامر وفاروق السينو فادي والتوبه ومجموعه من الاعمال اللي كتختم الان بمسلسل عوده المنتقم للشخصيه الرئيسيه ديالو جورج او دي ماريا.